من أبو معاذ هذا؟ لا أعرف أحدا في الكوفة كنيته أبو معاذ. ولا أنا. صفه لي. ضخم الجثة. نعم. طويل. كفيف ومجدور الوجه. هذه صفات بشار بن برد. وبشار كنيته أبو معاذ. لكن بشارا في البصرة، ما الذي جاء به إلى الكوفة في هذه الساعة؟ إذا كان هو فالأفضل أن نستقبله على باب الدار تكريما له. هيا حسن، تعال يا عطاء. هو ابن برد. أبا العطاء. بشار ابن برد. ظهر الفساد في البر والبحر. أهلا بك يا بشار. أية ريح طيبة جاءت بك إلينا من البصرة يا بشار؟ بل قل أية ريح خبيثة. صدقت يا أبا دلامة، صدقت، هي ريح خبيثة حقا. فالسياسة وألاعيبها أخبث ريح تفسد علينا حياتنا نحن الشعراء. لا تقل إنك ورطت نفسك في مكائدها. ليس منها مفر يا أبا زيد، ليس منها مفر، فإن لم نورط أنفسنا فيها جرتنا هي رقما عنا. عين الحق والله، فأنا لا شأن لي بالسياسة، ومع هذا أبعدتني مدائحي في بني أمية عن مجلس المنصور، وهذا ما جاء بي من البصرة. ماذا تعني يا أبا معاذ؟ أنا مولى كما تعلمون، واتهمت بأنني من أتباع أبي مسلم، أما وقد وقعت الجفوة بين أبي مسلم والمنصور فقد رأيت أن أتجنب خطأك يا أبا العطاء. وكيف؟ علمت أن أبا مسلم قد جاء إلى الكوفة، فقلت في نفسي هو لم يذهب عبثا، فلا بد أن الصراع بينه وبين المنصور قد بلغ ذروته. فأسرعت للمنصور تمدحه قبل أن تسفر العداوة بينهما. ألست على حق؟ هذا عين الحق.